السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم، ليلة جديدة ومسابقة جديدة ويوم جديد من برنامج نجوم المدارس. مشاهدينا الأكارم، العديد من الفقرات الرائعة والشيقة والمميزة ستتخللها هذه الحلقة، منها الجولات المسابقاتية ومنها المواهب ومنها أيضا الألعاب الرياضية. أربع مدارس بفروعها المختلفة هي من تتنافس على مدى 30 حلقة. في حلقة هذا المساء سوف يكون بمعيتنا مدرستان. أرحب بضيوفي أولا، حنان من مدارس اليمن الدولية التي سوف تكون طرفا في هذه المسابقة. أيمن عبد المجيد الموسمي. عبد الله عبد القادر بن بريك. ومحمد عبد المجيد. وأوسان حمير القيسي. كذلك هو ترحيب لفريق مدرسة العروبة ألف. نرحب بأعضائها يوسف أمين السبئي ومحمد عبد الله شاري، أمل بشار المعمري، كما هو الترحيب أيضا للطالبة سدرة ماجد الزبيري. إذن متابعينا الكرام ابقوا معنا، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا بعد هذا الفاصل مشاهدينا الأعزاء، نسترعي اهتمامكم أيضا وإلى من ينضم إلينا أو انضم إلينا الآن. المسابقة تتكون من جولتين، في كل جولة تنتقل الكأس من خطوة إلى أخرى وتتعثر الكأس وتبقى مكانها في حال ما إذا أخفق فريق ما في الإجابة على سؤال ما. أستهل المسابقة حنان إذن بدءا بفريقي. تفضل. الذي سوف يختار رقما من على الشاشة. 7. الرقم 7 وهو أول سؤال في مسابقتنا لهذه الليلة لفريق مدارس اليمن الدولية سيكون في الثقافة العامة وسوف تكون خارج نطاق جغرافيا المنهج المدرسي. من هو الشاعر الذي لقب بشاعر القطرين؟ اللبناني خليل مطران، المصري أحمد رامي، السوري عمر أبو ريشة. الشاعر الذي لقب بشاعر القطرين هو اللبناني خليل مطران، المصري أحمد رامي، أم السوري عمر أبو ريشة؟ ثلاثين ثانية. رقم 3. ايش اسمه؟ الذي هو ريشة صح؟ نسيت عمر ابو ريشة؟ نعتمد الاجابة؟ اجابة صحيحة. واذا ننتقل الى مدارس العروبة الف، اختاروا رقم. رقم 9. رقم 9 والسؤال يقول يا عروبة. متمسك بقوى قوته. مسامي. السؤال في مادة العلوم يا مدرسة العروبة، والسؤال يقول المسمار المغمور في القطعة الخشبية، المسمار المغمور في القطعة الخشبية يصدأ سريعا، يصدأ ببطء، لا يصدأ. لا يصدأ. لا يصدأ. لا يصدأ. نعم إجابة صحيحة، لا يصدأ. أهم إذن هذا حنان الذي يقول الله يستر على ابن الذحل. لا يصدأ. رقم جديد. رقم 6. الرقم 6. فين الرقم 6؟ أهو أنت ما أدري مالك والأرقام يعني سأل. لأنه عندك بعيد يا حنان. الرقم 6 في الجغرافيا هذه المرة في نطاق المنهج ويقول طبعا مشاهدينا قبل أن أبدأ السؤال
أيضا نسترعي اهتمامكم إلى أن المسابقة تتكون من جزئين، هي المرحلة الأساسية والمرحلة الثانوية، ولدينا اليوم فريقان من المرحلة الأساسية. صغار الجمبري تعيش في أين تعيش؟ في الخيارات؟ تعيش في الخيارات؟ في الشعاب المرجانية أم الحشائش البحرية أم السبخات؟ صغير الجمبري. الحشائش البحرية. تحب الجمبري أنت صح؟ عشان كذا عارف فين يعيش. إجابة صحيحة. ذكروني بالكاس تمام؟ حريصة أكثر منك يا عيسى. إذن فريق مدرسة العروبة يوسف محمد أمل وسدرة اختاروا رقم 2. رقم 2 والسؤال يقول المسمار لا يصدع. لصقوها بطيبة نفس. السؤال هذه المرة من الرياضة، الله عليك. من هو أول لاعب كرة قدم مصري يفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في قارة أفريقيا؟ محمود الخطيب، محمد أبو تريكة، محمد صلاح. تشاوروا فيما بينكم. من هو أول لاعب كرة قدم مصري يفوز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في قارة أفريقيا؟ محمود الخطيب، محمود أو محمد أبو تريكة، محمد صلاح. محمد صلاح. والإجابة خاطئة للأسف. أول لاعب أول لاعب مصري وأشهر مدرب مصري اليوم طبعا، وهو مدرب لفريق أو لنادي الأهلي، محمد الخطيب أو رئيس النادي نعم، لكن ليس محمد صلاح. معلش، الرياضة يفوز بها قوم ويخسر بها آخرون. الخيار لكم الآن، ماذا تختارون؟ الرقم 10. الرقم 10 وهو آخر الأرقام لدينا وثالث الأرقام ل المدرسة الدولية، والسؤال في القرآن الكريم يقول تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ما معنى قوله محضرون في الآية الكريمة؟ قبل الخيارات، ممنوعون، مجموعون، متفرقون. مجموعون إجابة صحيحة. تريثوا، الهدوء ثم الهدوء، تشاوروا فيما بينكم وإن شاء الله الحظ هذا يحالف. نختار رقم. الرقم 3. الرقم 3 خلي مكانه لشيء. على طول. السؤال أيضا في الثقافة العامة، من هو الرجل الأبجر؟ من هو الرجل الأبجر؟ كبير البطن أم الرشيق أم الوسيم؟ تشاوروا فيما بينكم قبل الإجابة. من هو الرجل الأبجر؟ كبير البطن، الرشيق أم الوسيم؟ الهدوء من الجمهور إذا سمحتم. 30 ثانية ستنتهي. من هو الرجل؟ إن لم تكون قد انتهت. كبير الأبجر. كبير البطن. كبير البطن، وإجابة صحيحة لفريق مدرسة العروبة ألف. نعود مرة أخرى إلى المدارس، مدارس الدولية. الرقم واحد. المختار رقم. الرقم واحد. الرقم واحد. الرقم واحد في الرياضة. في الرياضة، ثقافتكم الرياضية تمام؟ يعني ما تذاكروا، اشتعلوا مباريات. كم يبلغ عدد لاعبي الفريق في كرة السلة؟ السلة نعم. خمسة لاعبين، ستة لاعبين، سبعة لاعبين،
خمسة لاعبين. خمسة لاعبين وإجابة صحيحة. بنفس الحماس برضه لمدارس العروبة إذا أجابوا إجابة صحيحة. ما هذه العنصرية؟ اختاروا رقم يا مدارس العروبة 4, 5, و8. 8. رقم 8 يحمل في طياته يا سيدنا في مادة التربية الإسلامية. تختلف درجات المؤمنين عند الله باختلاف أعمارهم أعمالهم أم أشكالهم. إجابة جدا سهلة وحالفكم الحظ إذا لم تجيبوا يا ويلكم. أعمالهم أعمالهم وإجابة صحيحة. يلا الأسئلة رزاق معلش. بقي رقمان يا شباب. 5. رقم 5 في مادة اللغة العربية ولعلها في النحو. نعم الفعل المزيد الرباعي يزيد ب حرف أو حرفين، حرفين أو ثلاثة، حرف أو ثلاثة أحرف. بحرف أو حرفين. إجابة صحيحة. شطارة بنا وياكم. ونصحكم كذا لمدرسة العروبة ألف. إذن السؤال يقول لمدرسة العروبة ألف في مادة التاريخ. انفصلت السودان عن مصر بتدخل بريطاني في العام 1924، 1934، 1940. شاركيهم يا أمل. أعيد السؤال. انفصلت السودان عن مصر بتدخل بريطاني في العام 1924، 1934، 1940. الصوت بس يا شباب معلش. معلش الصوت. في العام 1934. ما إجابة للأسف. صيحت الآن. صيحت الآن. مشاهدي الأعزاء إذن يبدو أننا وصلنا إلى نهاية هذه الجولة والتي تعثروا فيها أو تعثر فيها. 1924. هذه الإجابة الصحيحة. هذه الإجابة الصحيحة. مشاهدي الأعزاء إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجولة الأولى والتي يبدو أن فريق المدرسة الدولية تقدم وتعثر فريق مدرسة العروبة، لكن سيكون هناك جولة أخرى بإذن الله سنتقدم يا مدارس العروبة بإذن أرحم الراحمين. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل لنذهب إلى فقرة المواهب ثم العودة إليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد إذن إلى هذه الفقرة والتي ننوه إلى أن كل ما يقدم من جوائز هي مقدمة من مجموعة هلا جولد الأستاذ محمد المجاهد، تحية له. وفي هذه الحلقة أيضا لدينا موهبة أخرى، شيماء. شيماء من؟ شيماء مطهر. شيماء مطهر طالبة في مدرسة العروبة. العروبة هذه الذي نقيم اليوم حفلتنا فيها أم فرع فيصل؟ فرع فيصل. فرع فيصل. ماذا لديك يا شيماء؟ ماذا تقدم؟ إلقاء الشعر أم الكتابة؟ إلقاء. طيب لنستمع ماذا ستلقي؟ رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطينة صلوا وكبروا، تناديك من شوق وآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. تعال إلينا فالمروات أقفلت، وموطن آبائي زجاج مكسر. يطاردوني كالموت ألف خليفة، ففي الشرق هولاك وفي الغرب قيصر. ونساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحمة قاصرات وقصر. وليمون يافا، وليمون يافا يابس في غصونه، وهل شجرة في قبضة الظلم يزهر. القصيدة لنزار قباني. القصيدة من أروع ما قالها نزار قباني، وهي مرثية لجمال عبد الناصر، وقال في مطلعها، تذكري مطلعها؟ زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكرك عصفور من القلب ينقر،
ملأنا لك الأقداح يا من بحبه سكرنا كما الصوفي بالله يسكر، لمست أمانينا فصارت جداولا وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. أكملها وكن المهبة أنا، إيش رأيك؟ شكرا لك. لك مشاركة أخرى لأبو الطيب المتنبي يقول: ما كل ما يشتهي المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وعندما تحضر العزيمة والإصرار نقول: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن السفن والبحر. إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن. فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما أرادت لها السفن. جميل جميل أختي شيماء. طبعا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهنالك من قال بما لا يشتهي السفن، والمقصود هنا القبطان. الوقت ربما دهمنا. لك مشاركة، أنت قلتي تتحدثين عن قصيدة لامرئ القيس. طيب منسوبة إلي؟ أصاب الأشعار في اللغة العربية. فهيه وهيه ثم هيه وهي وهي، منلي من الدنيا بالناس بالجمل. ألا لا إلا لآل إلابث، ألا لا إلا لآلئ من رحل. فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم، قطعت الفيافي والمهامة لم أزل. وكاف وكف كاف وكفي بكفها، وكاف كفوف الود من كفها انهمل. تحية تحية كبيرة لشيماء وهديتك عند الشباب، شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم حضورنا الكريم. مشاهدينا ابقوا معنا. عدنا إليكم مجدداً مشاهدينا الأعزاء لاستئناف هذه المسابقة التي تجمع العروبة والمدارس الدولية، والمرحلة الثانية والجولة الثانية هي 10 أسئلة بطبيعة الحال، لكن ما يختلف عن الجولة السابقة هو أن هذه الجولة تكون إجاباتها بشكل أسرع وفي فترة عمرها 5 ثوان ولا تتعداها. احنا بالضبط. إذن نبدأ هذه الجولة مع فريق مدرسة العروبة. اختاروا رقم لديكم من الرقم 1 إلى الرقم 10. الرقم 9. الرقم 9، والسؤال فيها يقول: السؤال يقول: من أسباب ووسائل زيادة الإيمان التشبث بالأقوال والأفعال التي نعملها، أم التفكير في مخلوقات الله تعالى، أم التطيب وحلق الشارب؟ التشبث بالأقوال والأفعال التي نعملها، التفكير في مخلوقة الله تعالى، أم التطيب وحلق الشارب؟ وبدأ العدد التنازلي من الرقم 5 إلى الرقم 1. الإجابة رقم 2، التفكير في مخلوقات الله. الإجابة رقم 2 والإجابة صحيحة، ومبروك لفريق مدرسة العروبة. الاختيار لكم الآن. رقم 6. رقم 6 في مادة الجغرافيا. منطقة شرما وجثمون توجد في محافظة شرما وجثمون، أو شرما أو شرما كما يطلقون عليها، أنا مش من البلاد هذه. هل هي حضرموت، المحويت، أم مأرب؟ خمسة. حضرموت. أربعة. حضرموت. رقم. الإجابة صحيحة. خلنا نعدك راحتي. اختاروا رقم يا مدرسة العروبة. رقم كم؟ رقم 2، والسؤال فيه يقول: بمادة العلوم، ما هي نسبة الصوديوم الموجودة في الهواء؟ 1% أم 2% أم 0%؟ واحد في المئة. وإجابة للأسف خاطئة يا فريق مدرسة العروبة. الإجابة الصحيحة. تريثوا ولا تتسرعوا. الشباب ماذا تختارون؟ الرقم 7. رقم 7 في الرياضة. في الرياضة يقول: طيب، ما هي جنسية اللاعب لويس سواريز؟ أعطيهم الخيارات. لويس سواريز أين كان يلعب وأين برع صيته ونجمه؟ برشلونة.
برشلونة وكان يمثل ثنائي جميل مع ميسي بالفعل. ما هي جنسيته؟ أوروغواي، تايلاند، يوغوسلافي. أوروغواي. إجابة صحيحة. هذا الجزء الثاني صح؟ اختار الرقم. رقم 10. رقم 10 يا 10، والسؤال فيه يقول، انقطعت الورقة. السؤال في الرياضة أكيد تعيد الحيوية والنشاط وللرمضان أيضا أجواء. السؤال في الرياضة هو سؤال جدا جميل وجدا سهل وجدا رائع ومعروف. رونالدو يهتف بأي كلمة عند الاحتفال؟ سي سي. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة يا فريق مدرسة العروبة. رقم آخر. سي. رقم 4. 4. 4. في التاريخ عدنا إلى المنهج وخرجنا من أجواء الملاعب. يقول السؤال في التاريخ، حملة فريزر البريطانية على مصر التي تصدى لها المصريون ببسالة بقيادة محمد علي باشا كانت عام 1870، 1817، 1807. ألف وثمانمائة وسبعين، ألف وثمانمائة وسبعة عشر، ألف وثمانمائة وسبعة. الثانية إجابة، إجابة خاطئة. كما يا شباب في مسألة التاريخ والتعقيدات هذه نحن أيضا نترك الفرصة للفريق الآخر أيا كان، لذلك هم يسمحون لكم فلا تكونوا إجابة خاطئة. أهرب أشوهم، معلش هم متقدمين بثلاث خطوات، يبقى إجابة خاطئة يبقى عنه. معلش معوضين. اختاروا رقم. إيش الآن تعادلنا؟ لا مش تعادلنا إلا سي. النتيجة في يعني في كتاب، يعني في هذه الجولة، في هذه الجولة تعادل. أوكي لسه ما انتهت. اختاروا رقم. رقم 1. رقم 1. أحب أنوه بس لكل الفريقين، إذا التفتوا إلى الجمهور في حال ما أنا أقول السؤال أو في حال ما أنتم تفكروا بالإجابة سيتم إلغاء السؤال وتحتسب نقطة للفريق الآخر، أو بسؤال مباشر لا يحتمل أي خيارات، أو بسؤال مباشر لا يحتمل أي خيارات. والسؤال في اللغة العربية يقول، ما معنى مكمنة؟ مخبأ، ملجأ، كوخ. خمسة. مخبأ. مخبأ وإجابة صحيحة يا فريق مدارس العروبة. بقي ثلاثة أسئلة يا شباب. كم؟ ثلاثة. السؤال في مادة الرياضة، وهي ليست مادة وبطبيعة الحال هي خارجة عن المنهج، وسؤال ثقافي، في أي دوري يلعب فريق بايرن ميونخ؟ هل هو، يلا تفضل، الدوري الألماني. الدوري الألماني. كم مركزه في الترتيب؟ ألماني. بايرن ميونخ الدوري الألماني. إجابة صحيحة. رقم 5 والسؤال فيه يقول، الثقافة العامة، ما هي عاصمة فنزويلا؟ كاراكاس، كارباخ، كارولينا. والإجابة سريعا إذا سمحتم. كارولينا. كارولينا. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة مع الأسف. كاراكاس هي عاصمة فنزويلا. فنزويلا عاصمتها كاراكاس. كاراكاس صح؟ كاراكاس. قالوا كارولينا. إذن أنا إجابة صحيحة. بقي إذا جابت صحيحة. أنت جابتك صحيحة. السؤال إذن الأخير والظرف الأخير موجه لمدارس اليمن الدولية، وهو سؤال في القرآن الكريم، كم ذكرت آية
فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن؟ 30 33 37 33 إجابة صحيحة. عدوا أو لا تعدوا، الكأس يتقدم للأمام، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لا تقلقوا كل شيء إذن مسجل. إذن عيسى وأيضاً الجمهور إذا سمحتم فقط الهدوء، ومتابعينا الأكارم قبل أن نذهب إلى هذا الفاصل وقبل أن نذهب إلى فقرتنا الرياضية، لدينا أسئلة للجمهور ولدينا أيضاً جوائز ستوزع على الجمهور، ولكن إن تم الهدوء إذا سمحتم ليتم تسجيل هذه الحلقة. تفضل عيسى. لكن بعد فاصل قصير حنان إذا سمحتي. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد إلى هذه الجولة الرياضية التي نختتم بها هذه الحلقة وفقراتنا المتعلقة بالمواهب، معي لاعبان. اللاعب الأول من مدرسة العروبة، واللاعب الثاني عفوا محمد من مدرسة العروبة. إذن عروبتان تلتقيان لتتنافسان مع بعض، العروبة مع العروبة، فأيهما ستفوز؟ أكيد حتفوز العروبة وتخسر العروبة. في هذه الجولة أو ما يسمى بالفريستايل سوف يقدمها لنا ويستعرضها لنا اللاعبان للحفاظ على الكرة، أو تقتضي هذه المرحلة بأن يحافظ كل منهما على أكبر مدة زمنية للكرة من خلال عملية التنطيط أو ركل الكرة بشكل يعني يبنى على التوازن المعروف. إذن لن أطيل، نترك البداية أو نقطة البداية للفريقين أو اللاعبين من مدرسة العروبة. أي منهما سوف يسقط الكرة أولاً يكون الآخر هو الفائز. أوكي. إذن لنبدأ بعد سماع الصافرة. بعد سماع الصافرة دكتور محمد ابدأ. ثقة بالنفس عالية من قبل اللاعبين، ويبدو أن الأمر سيطول على كليهما وعلينا، ولكن سقطت. معلش، هذه الجولة الأولى انتهت. الجولة الأولى انتهت بتقدم محمد على إذن محمد يتقدم على بشار بالجولة الأولى. الجولة الثانية صفارة ويبدأ. محمد يبدو متوترا، وبشار ومحمد يبدو واثقا من نفسه، حتى انه تلعب كره صح؟ في اي نادي؟ لا مش في نادي، العب مع الشباب يعني. انا اشوفك في كمال اجسام كذا، وفي يعني نلعب تحضر جيم ان شاء الله. اذا تفوق بالجولتين، في حال ما كان اذا تعادل سوف تكون هنالك جوله ثالثه، لكن معلش فاز صديقنا. الاسم مرة أخرى للمشاهد. محمد وجدي بهذه الفقرة الرياضية الختامية في حلقتنا هذه، ويستحق جائزة مقدمة من هلا جولد الأستاذ محمد المجاهد. شكرا جزيلا لك وهارد لك. اسمك معلش؟ هشام. بشار. سبحان الله، مسرع نسي الأسماء يعني قبل 4 ثواني. مشاهدي الأعزاء بقونا معكم لاستكمال ما بقي من اللقاء في هذا البرنامج، ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء. كما نوهت قبل قليل حنان وقالت بأن ثمة جوائز سوف تسلم للجمهور، لكن يتطلب من ذلك الإجابة على سؤال الفقرة، وبشكل سريع سوف أتوجه إلى هذا القسم من الجمهور بسؤال من القرآن الكريم. السؤال يقول: من يجيب أولا؟ من يختار المايك؟ انا شكيت يا استاذه معلش، يتعلق باسماء النساء. استاذه منوره، استاذه
في القرآن الكريم. السؤال يقول، طبعا مشاهدينا جوائز هذه الفقرة مقدمة من شركة هلا جول للتجارة العامة. من هن، ركزي على السؤال، من هن النساء اللواتي ذكرن بالاسم في القرآن الكريم؟ بالاسم، خلاص سلامتك. بالاسم، بالاسم، اذكري نساء ذكرن بالاسم في القرآن الكريم. اكيد مريم بنت عمران. مريم بنت عمران، الباقي ذكر امرأة نوح وامرأة لوط. هذا في سورة التحريم، ضرب الله مثلا كلمة للذين آمنوا امرأة فرعون، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، للذين كفروا امرأة فرعون. أنا ركزي على السؤال، ركزي على السؤال، ركزي على السؤال، اذكري النساء اللواتي ذكرن بالاسم. بالاسم، أيوة، ليس بالكناية أو الاستعارة أو التورية. مريم ابنة عمران. واحد، كم، خلاص كم، كم النساء، كم النساء اللواتي ذكرنا بالاسم؟ هي واحدة، مريم ابنة عمران. كم؟ واحدة. اثنين. اثنين من الثاني؟ عائشة. عائشة. لا، حادثة الإفك ما ذكرش فيها اسم سيدنا عائشة. مريم. مريم ابنة عمران فقط. طيب، طالما هي فكرت ولم ننتقل إلى متسابق آخر، سوف أعود إليكم بسؤال آخر. مشاهدينا الأعزاء، المرأة الوحيدة التي ذكرت بالاسم في القرآن الكريم هي مريم ابنة عمران، وكل النساء اللواتي ذكرنا لم يكن إلا في سبيل التورية، لأنها حالة استثنائية ونفخ الله فيها من روحه. والإجابة إذن صحيحة، وهذه هدية متواضعة مقدمة من اليمن اليوم، وأيضا من شركة هلا جول للتجارة العامة. إليك حنان. أنا سؤالي سأقوله في هذا الجانب. السؤال يقول، في الثقافة العامة ومن سنختار؟ سنختارك أنت. ما هي المعركة الإسلامية التي سماها المسلمون فتح الفتوح؟ معركة نهاوند، معركة الجسر، معركة مرج دابق. نهاوند. معركة نهاوند، وإجابة صحيحة. نسمع له تحية بس. تفضل، هذه هي الجائزة. شكرا. طيب، أنا باقي جائزة يا حنان. تفضل لي لك. تفضل عيسى. لي ولا لك؟ عادي، تفضل. بدل ما نضارب نوزع هذا الجمهور. تفضل، خذ راحتك. طيب، السؤال العام، ما الفرق بين الصوم والصيام في القرآن الكريم؟ إذا ما تحدثنا عن اللغة العربية. تعالي تعالي تعالي، أيوة تعالي. الاسم الكريم عفوا. شيماء العمري. شيماء العمري، أنت ولية أمر هنا. أم سدرة. بس سدرة خسرانة اليوم وأنت. لا لا لا، بنظري سدرة كسبانة دائما دائما. بالتوفيق، إذن الهدية سوف تكون لسدرة. لسدرة، خلاص. قالت، الفرق بين الصوم والصيام في القرآن الكريم مشاهدينا، الصوم عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن عندما كان الموضوع يتعلق بالأكل والشرب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن متابعينا الكرام، قبل أن نعلن عن النتيجة النهائية للفريقين، فريق مدارس اليمن الدولية وكذلك فريق مدرسة العروبة، سننتقل إلى هذا الفاصل القصير ثم العودة إليكم. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا الأعزاء لنحط رحالنا في ختام هذه الحلقة التي نعلن نتيجتها بفوز فريق مدارس اليمن الدولية على فريق مدرسة العروبة. تهانينا للفريقين، الفارق ليس ثمة مون كبير بينهما. مبروك وهارد لك.
لفريق مدرسة العبيدة. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة، خالص الشكر والامتنان للمتابعة، كذلك خالص الشكر والامتنان موصول لطاقم البرنامج. نلقاكم غدا في نفس الموعد بإذن الله في حلقة جديدة من مدارس أو من حلقة برنامج نجوم المدارس. كل التحية لك يا عيسى. ولك حنان، شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.